تقدر تصل التلفزيون يا حبيب قلبي؟ حتى يوم جاي السبع شوفوا شلون نتنقل هذه اسمها الكلام رتبين قول حمودي طيب شلون عدت تكمل ولا ما حد قول ولا يهمك تكامل تكامل كسر ها كسر اكثر كلاسر بالبص بالبص بالكلاسر ناقص ناقص تحت الجذور خمسة سبعة تحت الجذور خمسة سبعة الكل السبعة الكل السبعة والمقام المقام جذر جذر سبعة سبعة هذا القوس بس الضف عليه كذا مو تمام؟ وجيت وياها؟ بعد تبدأ الحمود بس الخمسة في ديار نرجع نكمل شوية وجدت في أصل البحر يقول القطع النقص يمر بالبحر القطع النقص يمر خلي بالك معلومة خلي بالك معلومة عنده يقول في السؤال القطع يمر معناها كم البؤرة الحفظة
أما الرأس، أما الرأس أو القدم، من يقول لي بالسؤال قطع الناقص يا رب، من يقول لي قطع الناقص يا رب، معناته لو الرأس، لو الرأس لو القدم. نعم عندي البؤرة ستة، البؤرة ست وحدات طول، أينما يقع الرأسان أيضا عند معلومة أينما يقع الرأسان تقع البؤرة كاملة، أينما يقع الرأسان تقع البؤرة ثانية، أينما يقع الرأسان تقع البؤرة ثانية. البؤرة في نعمة فيها مصدر بؤرة في القطع المكافئ يكون في القطع المنفس إذن يا جبل يا جبل هذا البذر في مدة أقل من بعد البؤر إذن هذه كذا فيه القطع المنفس تمتع إذن بؤرة القطع المنفس تمثل قطر القطع المكافئ وانت القطع المكافئ تمثل قطب للقطع ليه؟ بسبب بسيط جدا بسبب بسيط جدا قلنا هذا القطب هو ابرز يعني عم تدعم الحي اكبر من بي بالقطع الناقص وحي اكبر من سي هذا القطع الناقص هذا ابتداء اكبر اذا بؤرة القطع المكافئ إذا بي تساوي إلى جذر تساوي 100 وبالتالي بي تساوي إلى جذر تساوي 100 صحيح بي تربيع معلوم وسي تربيع أبدا أي تربيع بي تربيع تساوي أي تربيع ناقص سي تربيع هذه العلاقة بين الرسالة والبؤرتان والقطبان في القطع الناقص بي تربيع هي تساوي إلى 4 أي تربيع هي مجهولة عن أي تربيع ناقص سي تربيع هي طبعا ناقص 36 نقل أي تربية تساوي زين 40 وجدنا أي تربية وجدنا أي تربية زين الموقع هنا القطب يقع على أقراص في نفس القطب على أقراص في نفس إذا البرتان والرسم ينتمون لمحور كذا صحيح إذا هذا المحور إلى أكس تربية على بي تربية زائد الواي تربية على أي تربية وبالتالي اكس تربيع على بي تربيع هي الاثر 4 زائد الواي تربيع على اكس تربيع 40 زائد 1 حصريا محاضرا بالقطع الناقص ويا اتصال من الولايه صالح من الاخبار وعليكم السلام على صالح شكرا يا رب الله يحفظك يا رب يعطيك السلامة يعطيك العافية مع السعر مع
من الانتصارات الدولات المعارضة. صراحة مش بحاجة. عندنا الأسرة اللي جاتنا من الأسرة اللي جاتنا سؤال من أحمد من محمد عفوا الذي وقت على احداثيات الوقت عباره عن وحده من العلامات تعلم لازم اشوف لازم اكون لبس لازم اكون ذكي وغتاء اربع سطر وسالم اربع سطر يعني الوقت يرتفعون اسمه الى محور استمرار يعني طالع موقع معناه في المعادله من نوع اكس تنبيه على اي تنبيه زائد الواي تنبيه على بي تنبيه يساوي الى واحد هذه هي وبالتالي معنى التفكير يساوي 4 والسي تربية يساوي 16 استغل كل المعلومات. طيب وقالنا مثل ما حكينا بالضبط قالنا اي تربية النقطة بي تنتمي للقطع. شو تنتمي للقطع؟ بي تنتمي للقطع يعني ستحقق معادة القطع. تحقق معادة القطع عندما تصل الزائد من يقول لك القطع او المنحنى هي الوضع. زين او نقطة تقع عليه معناته هاي نقطة تحقق. كل الأسئلة اللي تجي تحسب كل الجواب. طيب تنتم القطع بحيث أن محيط الطعام صار عندي محيط القطع عندي ازدحام وأرجع وأكرر من يبغي نظم نصف من يبغي نظم نصف. احنا الكبار ما يمكن نسوي بس انتم رسم فالرسم بسيط سهل. شلون؟ الموقع يعني هو في ناس يعني هاي المقابلة رسم إلك حتى هذا هو أفضل مثلا هذه هي أفضل معناته هذا هو قطع الناقص اللي عندي. هذا هو تقريبا قطع الناقص. قطع الناقص يضرب النقطتين هذه في على الاحتياجات الاحداثيات الاكس واي. طيب انا عندي تعريف القطع الناقص. تعريف القطع الناقص في اصوات زائد في اف 2 هذا عندي يقول لي محيط المثلث في اصوات اف 2 يشتغل اصوات. طيب محيط المثلث في ثانوية مجموع أطوال أضلاعه الثلاثة محيط أي مثلث هو ذي يقول مثلث آخذ هذا الاتصال من وياه السلام عليكم وعليكم يا هذا كزين الدولية تنفو عليك الأخوان زيد محمد هذا زيد ولدي يعني مثلا على سبيل المثال يا حبيبي هذا السؤال يعتبر كتاب هذا مو
إذا غيرنا الدورة 4 أو 0 سويناها 0 و 4 صار خارجي؟ لا إذا الدورة مو 4 أو 0 2 و 0 والمحيط مو 4 أو 2 يعتبر خارجي. نعم يعني هو هذا اللي خاصة بالرياضة مو يعني دو نعم حتى حفظ بالرياضيات لا تمام بدل ما نشتغل خطوط اذا الفتره بدها تتهم وشوف شلون بدك تروحك هذا يعني اعطيك مثال بسيط يعني اذا مو خارجي ما في شيء خارجي عندك الفكره نفسها تجوز تغير في الاطفال مثلا انه هذا من حقنا يعني استاذ صحيح استاذ بس يعني كل اهم شيء في الوطن الافكار نفس الموجوده بالكتاب ان شاء الله بقوه الله هكذا تحيوا الله يحفظك يا حبيبي يا اخوك الله يبارك فيك يعطيك العافيه إذا محيط هذا المثلث مجموع أطوال أضلاع الثلاثة، أضلاع الثلاثة إيش؟ الأطوال زائد في التو زائد الأطوال التو يساوي التو تي، الأطوال يساوي التو تي، بالطريقة أربعة تي. هذا طيب أنا عندي في أطوال زائد في التو هذا إيش؟ في أطوال زائد في التو هذا بالتالي يساوي التو تي. وأطوال إذا أكثر شيء هذا وعلى الله يساوي 2L زائد 2C يساوي لنا 24 أقدر أقول بالقسمة على 2 بالقسمة على 2 هذه المحاسبة إذا شوف على 2 زائد 3 يساوي 12 C عندي معلومة زيادة 4 إذا 2 زائد 4 يساوي 12 إذا N يساوي 12 إذا N تربيع يساوي 64 وجدنا قيمة أي تربيع طيب وجدنا قيمة أي تربيع نحتاج بعد B تربيع العلاقة تكون في التربيع يساوي أي تربيع ناقص في تربيع B تربيع إلى الجملة أي تربيع 64 ناقص في تربيع هي 16 إذا B تربيع هي تساوي 4.6 8 5 4 8 4 هذه بي تربيع صار عندي بي تربيع معلوم واي تربيع والتوصل معلوم لان فورسين على فورسين اذا نكتب المعادله 14 اكس تربيع على اي تربيع 64 زائد واي تربيع على 40 8 4 يساوي 1 وهذه هي المعادله بالقطع الناقص فهمتي؟ لحظه الان حيث سؤال احمد بنواصل شوف سؤال احمد بنواصل على التكامل يقول احمد بنواصل تكامل مفتاح قوس يعطي ناقص تحت الجبهه التربيعيه في سبيل ست قوس مستوحى على تحت الجبهه التربيعيه في سبعه الف تكامل حتى اسمها التكامل كل شيء بعد التكامل هو مستقبل هذا مستقبل الهدية ونقطة طيب من يقول لي جبت قيمة التكامل معناه تعريف الدالة الأصلية قبل التكامل ريد نوجد الدالة الأصلية أو بعض نسميها بالدالة المقابلة شنو الدالة المقابلة هذا نوعي طيب أباوة لا يوجد تكامل حاصل قسمة دالتين إلا إذا كانت هناك علاقة بها. أضاف هذا قوس مرفوع إلى قسم معين، مشتقة داخل القوس، إيش قد تساوي؟ هذا داخل القوس هو ثالث جذر 5 إكس. نقدر هذا كله يساوي مشتقة داخل القوس. هذا استوى هذا. يساوي ثالث جذر 5 جذر إكس. وين يؤدي إلى هذا؟ ثالث جذر 5 إكس أس نص. هذا مستوى حشتقة هسه هذا ذات القوس راح اشتقه شو يسوي هنا؟ سالب نص في جذر خمسة اكس سالب نص اذا هو يساوي هنا سالب جذر خمسة على اثنين في اكس اس نص ويساوي سالب جذر خمسة على اثنين في جذر اكس هذا اللي قدامكم يا شباب هذا هو هذا يمثل مستقبل داخل القوس هذا هو يمثل انه مستقبل داخل القوس
الاحتياج تبعك. على مستوى الداخل والخارج. أضاوع اليهود. سلاح تجاه. نفتح كرس سلاح ناقص الجلد كرس الاكس لأنه في السلاح. هذا أيضا ممكن الجلد السلاح. في جلد اكس. في جلد اكس. الثاني شكل فيه. مستقبل الداخل والجمع اكس موجود، ما دام المتغير موجود اذا الثوابت عند الموقع. ما دام المتغير موجود اذا الثوابت احنا نستطيع ان نوفرها بسهوله، لانه احنا عند المصروف في واحد والواحد الفصل على قدمه، كل واحد يفصل واحد على قدمه، بس مثل ما هو يبي وحسب متطلبات السؤال. زين. انا لازم اضرب في شغل هذا السؤال. جمع خمسه على اثنين جمع اكس، يعني هذا لازم يكون موجود. لازم يكون مقلوب وبطل اللي هو شنو؟ نوم بطل في يعني في اثنين زائد اثنين على جذر خمسه. انا انتبه هذا ممكن اختصره زين وكانما يساوي واحد. اللي ما اريد هذا الجذر سبعه اذا طلع ضرب اذا ما يشبه بالجذر كذا زائد اثنين جذر سبعه طلعها ضرب مثل الجذر خمسه بثلاثين تكمل زائد جذر خمسه ثلاثة ناقص جذر خمسة إكس الكل السبعة على اثنين جذر إكس وكل نتيجة أصبح ده المشتقة موجودة قوس مرفوع إلى أس معينة مشتقة داخل قوس موجودة من أوفات المشتقة بين أضيف واحد لأس وقسم على الأس الجديد تساوي سالب اثنين على جذر خمسة وثلاثين في ثلاثة ناقص جذر خمسة إكس أضيف واحد لأس ثمانية وقسم على الاس الجديد 8 وضيف الثالث تكامل سي ويكون اقل من 1 الحاله التشغيليه. يعني من السوق بعد تطلع مستقبل داخل القوس مستقبل على كيفك زين زين وتوفر المستقبل وتكمل تضيف واحد للاس وتكمل زين هذا ما في اذا ما تقدر اذا اذا تكمل وتقدر يعني تقدر تبسط ايضا هاي 2 ويا 8 تروح يعني شو يساوي؟ يعني سالب 3 ناقص جذر 5 اكس على 4 جذر 35 سالب زائد 60 اس 8 هذا هو يعني بعد ما اختصر تمام؟ تمام؟ استخدمنا سؤال اخر سؤال صالح من الأخبار ولا هو شيء مطول. سؤال صالح من الأخبار. صالح من الأخبار. يقول مرشح مخروطي قاعدته أفقية فقيرة ومسرة. إذا الأسفة ارتفاعه يساوي 24 سنتي متر وطول قطع قاعدته 16 سنتي متر يصل في سائل بمعدل 5 سنتي متر مكعب بلاستيكي يتسرب منه سائل بمعدل 1 سنتيمتر مكعب على السكين جد معدل تغير عمق السائل في اللحظة التي يكون فيها العمق 12 سنتيمتر. هنا انا اقول يرشح مخروطي قاعدته افقية ورأسه الاسفل ارتفاع اقوى. ارجع واكمل مش مسألة يا شباب. تحاول لو تكتب معطيات يعني مقطع مقروض او فرضيات وتشتغل واذا تريد
هذه الاطلاعات موجوده على الرسم مباشره. نرسم المرشح المخطط اللي قاعد تروح فيه الرسم نفسه، هذا هو المرشح المخطط اللي قاعد تروح فيه ورسم نفسه. ارتفاع 24 يعني الارتفاع هو المسافه هذه عن وجهه. هذه 24 سنتيمتر ارتفاع. وطول قطع قاعد 16 يعني هذه كلها 16 يعني هذه تساوي 8 وهذه تساوي 8. يصب بنت الشاعر بمعدل يصب في الشاعر معدل 5 سنتيمتر مكعب على السلك بمعدل بينما يتسرب يا شباب بينما يتسرب من الشاعر بمعدل 1 سنتيمتر. مكعب على السلك يصب في السائل معدل هالحالة الكمية السائل أو المي أو اللبن أو أي سائل محطوط بهذا المخلوط راح تتغير لما تتغير تتغير يعني لو فقدت أنا وصل حجم السائل هذا هو حجم السائل وصل لبن بما يسمى السائل جيب معدل تغير عمق السائل بس لعب بس لحظة واحدة زين الدالة يا شباب إذا الدالة إذا اشتغل عليها الدالة يعني حجم السائل في المخروط والسوائل تنفط شكل الإله اللي يحويها بي يساوي واحد على ثلاثة فار آر تربيع في شنو؟ في حجم يعني نفرض أنه نفرض ارتفاع يساوي النتائج ونقص قطر قاعدة السائل يساوي مثلا R هاي المعطيات ثبتناها والآن شباب اسمحوا لي ناخذ فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل إن شاء الله.